في مكانة يستحقها في العام القادم نادي برايتون. الكرة مقطوعة من ميتوما، أخطاء دفاعية، لعب رائع الحقيقة. 74 هدف منذ أن انضم، منهم تسجيل 42 وصناعة 2 وتضيع، ولكن المرة ضد ويبنز لمسة حلوة، ممكن هدف مارسيال، ولكن ستيل، لكن ستيل جت إيه؟ الشوط الثاني راشفورد ومارسيال وأنتوني اختفوا تماما، وده إطلاق أمامنا وكرة ترتد حلوة كاسيميرو، أدي ملعب ويملي، سوليمار زودها زودها زودها، ماكليستر توما اللي ضيع كتير، هل يسجل ميتوما؟ وبرونو بكرة ميتوما العرضية الخطيرة تمر وفرصة وكايسيدو، أليكس ماكليستر وأليكسيس ماكليستر، طلقة ماكليستر، هدف في منتهى الروعة، الكرة أمام مسد مش مسد، دك بدلاء المان يونايتد.